كنفضل لك في ابليكاسيون حسن. ها حيتاش لابليكاسيون كتسهل عليك الماموريه وكيديك فين ما بغيتي ابار طاكسي. ابار طاكسي حاليا دابا راه كيقول لك هو طراجي، الا بغيتي تمشي لشي بلاصه كيقول لك واش تمشي معايا ولا لا، واش فهمتي؟ يعني ولاو تيفرضوا عليك شي حوايج انت ما غاديش ليهم. ابار لابليكاسيون بحال ان درايفر مثلا، درايفر كيديك فين ما بغيتي وبثمن مزيان، واش فهمتيني؟ الابليكاسيون كتوفر عليك الوقت وكتوفر عليك حتى هذا لومبوتياج والزحام، كتلقى سميتو لو ترونسبور ديسپونيبل بور توجور فين ما كنتي ووقت ما كنتي. الطاكسيات شي مرات كيتشدوهم كيقول لك التراجي ديالو ماشي هو هذا، شي مرات كيبدا يفرض عليك هو التراجي اللي غيمشي معاه، ولا بلي بار دي طون كيكون ما كيكونش ديسپونيبل، يعني كيكون عامر ولا كيكون عنده ديجا واحد دو زون دو غيمشي ليهم ما كيهزكش انت. لي زابليكاسيون سي بلو براتيك وحتى بلو ايكونوميك، من ناحيه عوض ما غاتشد جوج طاكسيات ولا ثلاثه، غاتشد واحد ان فواياج لي اورغانيزيني شي البلاصه اللي غادي لها. جو بريفير نستعمل تاكسي بريفي لي زابليكاسيون كيما الاندرايفر. الاندرايفر كونفور اكثر، ساعة يجيك ويوصلك اسهل و اما يتكلف اكثر شويه. اصلا التاكسي هنا يزيد شويه في الفلوس، راه كيعرفك يترونجي. قبل كنت ما عرفش البلايص خاطر يعني يمشي بيا دوره كبيره وحاجات هكا. هاي نورمالمون كملنا بجوج، واني الان درايف بزاف كثر، ان درايف بزاف ديال لي زافونتاج عنده على الطاكسي. ابار الطاكسيات تا هما مابقاش كيحمد الله ثلاثة جوج الناس ما يبغيش يهزك، خاصك تكون غير بوحدك. ان درايف عندهم واحد كيما قلت لك قبيله لا سامبليسيتي، سون دي ميك سامبل باغي غير يدبر على راسو وعاد باش كيعطي سيرفيس. وبلوس كنتو ربعة الناس كيهزكم، خمسة الناس كيهزكم وكيوصلكم حتى البلاصة اللي بغيتو، ما يقولش لكم ثلاثة ويجي عندك حتى الباب الدار وميم بخي فانت كونترا ميم بخي وسيرفيس كاليتي على السيرفيس اللي كيعطيك مو الطاكسي. مو الطاكسي يقول لك سد الباب لا هادي انا ما غندوش من هنا الطريق هادي عامرة، فهمتي؟ ان درايف ما كتلقاش مع هاد لي بروبليم كيما قلت لك عنده ديزافونتاج على الطاكسي. انا تنفضل 1000% نركب مع الناس ديال التسبيقات، اولا الناس اللي نقيين محترمين شباب اللي عارفين الوقت. الطاكسيات عانينا معاهم بزاف هنا في اونفا في المعارف، تنعانيو مع صاحب الطاكسيات، ما تيبغيش يديك فين ما بغيتي، ما تيبغيش يوقف ويلا ركبتي معاه ما تتلقى انعدام الاحترام انعدام النظافه. تتلقى انا غير هذه واحد ثلاث ايام نزلت في المحطه ديال الغزاله، ما بين الغزاله وبارسيلو فين حدا بارسيلو فين تنسكن طلب لي 60 درهم، من خدمنا الكونتور جات 21 درهم بالليل. دونك هنا كاين واحد الشفره، كاين واحد السلوك. احنا انا غير تنبغي نوجه واحد الرساله بالنسبه للبراكاج، الناس اللي تيبراكيو لك الطوموبيل واش هادو عندهم الحق؟ الشارع العام ولاو تيحتلوه الشوافر ديال الطاكسيات، فين راه الامن من هذا الشيء كامل؟ سميتو تنشوفوا بان الطاكسيات ولاو يديروا شرعي الليد. احنا هنا تشوف 50 تاكسي 60 تاكسي تيجيو لك الواحد الشاب، كاين القانون في هذه البلاد، واش هذوك غادي نخليهم يديروا يفرضوا علينا؟ انا كمواطن عندي الحق نركب فاش ما بغيت، لانه كان هاد الناس مهنيين بحال اللي تنشوفوا في دول اخرى، كانوا مهنيين وكان له سيرفيس مزيان ما غاديش تبدل هاد الناس هادو. فبالتالي فالف والف في المية غادي يركب مع صحاب التطبيقات. بالنسبة ليا خصو يكون طاكسي ويكون تا اوبر. علاش؟ حيت الطاكسي دي فوا كتبغي تاخذ اوبر، حيت كتكون عندك مثلا شي مشية ايرجون ولا شي حاجة ولا كتفضل انك تكون ديسكري. والطاكسي خص يكون لا كونكيرونس، حيت الا ما كانش لا كونكيرونس الطاكسي كيطغى على 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 المواطن، على هذاك السيد اللي غادي ياخذ الطاكسي. حيت دي فوا ما كيلقاش ما كيكونش الطاكسي ما كيكونش البديل، كيصدق كينيغوسي معاك. سكي في خص تكون بالنسبه ليا خص تكون لا كونكيرونس، يكون اوبر وتكون طاكسي، سي تافو تشوازيغ سوا طاكسي سوا هذه.